السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. مرحبا مرحبا. الحاجة ممكن تحكي لنا على القصة ديال ولدك؟ كيفاش تشد حاليا الناس؟ ولدي انا كان عير خارج شوية جاتني الخبر قالوا لي راه ولدك مش عيطوا لي البوليس قالوا لي انت مامة محمد الخياط. قلت لهم اه. قالوا لي جيبي عقص دياد واش كيقرا؟ اه. جيبي لنا الشهادة مدرسية. ديت لهم داك الشيء قالوا لي راه مشدود على الكمامة. ملي مشيت ما عطاونيش الخبر. ها قولوا لي مالو سيري لهيه سيري لهيه تهبطوني مع الدروج كنهبط عاوتاني كنطلع تنتسلت عاوتاني تنهبط شويه الدري غاديين بيه ما نطينو غاديين بيه هما شي 6 ولا 7. المهم انايا ملي مشيت قالوا البوليس قالوا لهم شحال جبتو من واحد؟ قالوا 9. قالوا 10 قالوا في السبيطار. انا تنسمع السبيطار نخرج عندي البوليسي قال لي واش كتعرفي فقوسه؟ انا خفت قلت لي ما تنعرفوش. شويه تنسمع الموت ما الموت قلت له شكون مال فقوسه؟ قال لي راه مات. قلت له فقوسه راه بحال ولدي. يا ديك تمو مهبطين الدري. نعم. انت منين اتصلوا بك رجال قالوا لك اجي عندنا؟ اه. قلت لي عطاو شي سبب من غير السبب اللي قالوا لي مشدود على الكمامه. قالوا لك على الكمامه. اه على الكمامه. واش قالوا لك السبب الرئيسي على شد ولدهم؟ لا لا ما وضحوش لي حتى شي حاجه. ما قالوا لي الوقت عاد باش وضحوا لك وقالوا لك اشنو الولد ديالك اشنو كاين واشنو طرا واشنو طرا حتى الجمعه وقع داك الشيء الخميس حتى الجمعه عاد تنسمع راه فقوسه مات حمزه راه مات. يعني مشيت لعندهم الكنازه شي نهار الولد نساري وما ما لا والو لا والو ما كاينش اللي عطاك الخبر واخا تموت تما. مشيت للكوميساريه مشيت هذا قالوا لي راه غيدوز في المحكمه. مشيت للمحكمه ما كاينش الولد قالوا لي راه دوزوه جنائيات. مشيت للمحكمه ديال الجنايات طلعت هبطت في الرباط ملي عطاوني واحد الورقه قالوا لي راه رجع ابتدائيه الملف ديالو رجع ابتدائيه. ها هو شنو السبب الحاج شنو السبب على الشد شنو وقع القصه كيفاش تمات هذا الدري؟ هذا الدري مات بسكته قلبيه. شنو طرا شنو طرا بالضبط؟ انا ما حاضرش ولكن الناس اللي تيقولوا ولكن هما المخزن كان يطالع بالكاميرات اللي كاينين تما. انا ولدي كل شيء هرب كانوا عرام ديال الدراري. واش كانوا كيدافزوا بعضياتهم ولا شنو الاسباب اللي الله اعلم. المهم الدراري كل شيء هرب اللي سمعت انا. المهم النهار اللي شدوا 9 قال له 10 قال لي راه في هذا في السبيطار مضروب راه تحت الحراسه النظريه. الدري خرج دابا من السبيطار ما شفنا لا حراسه نظريه لا والو. انا ولدي اللي تورط فيها. ولدي ما داير حتى شي حاجه. داو من ديور الغابه. الدري اللي مات اه صديق ديالو من روح الروح تصاوروا في الفيسبوك في اي حاجه كيبات عندي الولد كيبات هذا ومات الضحيه ولا باه جاو مساكن حتى لهنا كيبكيو حتى على ولدي. قال لك هذاك الولد الله يعمر هذا حيت هذاك الولد بغى يعتق. انا الولد ملي كانوا غاديين به البوليس مهبطينو للجيور تيغوت ليا هما الجيران مشاو معايا تيعيطي تيقول يا ماما فقوسه راه مات سيري عند امو. انا ماما راه بغيت نعتقو انا ماما راه بقيت حداه باش نعتقو. يعني الحاجه باش نحاولوا نوضحوا للمشاهدين الكرام وكذلك جلد للمواطنين في الصوره ان كانت واحد الاحداث ديال الشغف ديال كره القدم كانوا فيها مجموعه ضد مجموعه فجاه حنا ما انا شخصيا ما عرفتش هذاك الدري اللي مات اللي دابا توفى واللي سبب الاذن ديال المشدود تضرب ما مضروب ما والو. الابن ديالك بقى حدا باش يقدم لي الاسعافات الاوليه حيت صاحبه اكيد بقى حدا حتى جات سيارات اسعاف وما تصاب فاذا به تعتقل تاهو تعتقل ولدي ما دار حتى شي حاجه لان كانوا معايا الناس في الكوميساريه العيالات في الكوميساريه جاو يسولوا على ولادهم قالوا لهم ما كاينينش ما كايناش هاد السميه اللي تيسول تيقول لهم ما كايناش هاد السميه واحد الساعه والله شاهد عليا ها الجاره معايا الا كذبت راه ربي فوق مني. قالوا لينا سميتو قلت لهم انا راه مات محمد الخياط حتى ولادنا قال لك راه مشدود راه هما كانوا. ملي جيت نشوف لقيت هادوك الولاد جايين تينهجوا باب الكوميساريه داوهم والديهم ما مشدودين ما والو. ولدي انا درويش يعني سدوا به الباب
الدراري كانوا تاهما حاضرين في كانوا حاضرين ما داو حتى شي واحد داو عا ولدي وواحد جوج دراري هما اللي داوهم عندهم مسطره وحده الحجه غنرجعوا لواحد النقطه هاد السيد هذا اللي مات واش تضرب ولا سكتة قلبيه سكتة قلبيه والدي كيشرحوا بان سكتة تضرب كاين اللي تيقول لا حطينا في الصوره واش سكتة قلبيه ولا لا لا مات بسكتة قلبيه حتى والدي قال لك راه مريض بالقلب كيعترفوا قال لك راه ولدنا راه مريض بالقلب جاتو عي سكتة قلبيه هذا الشيء اللي كاين في التشريح ديال الطبيب ولكن ولدينا علاش غادي يبقى معتقل وكيقرا وعندو الاولى باك علاش غادي له علاش هاد الولد غادي يدمر علاش شحال عنده في السن ديالو عنده 18 عام و2002 الدراسه ديالو كي غادي مع الدراسه ديالو الدراسه ديالو مزيانه كاينين الشهود الاساسيده الحومه سولوا عليه اللي بغيتو نجيب لكم دابا الحومه كامله تشهد هاد الولد هذا الا قالوا فيه شي حاجه خايبه ولا عمره هز عينه في شي واحد ولا عنده الشغب ولا عنده شي مشكل ولا مبلي ولا هذا الحومه كامله كتشهد ها الشهود هما في الورقه ها هما شحال من شاهده بلي كارد ديالهم بكل شيء كان جنايات رجعوا له الملف ديالو ابتدائيه هاي الحجه السؤال اللي بقى عندي طرح باش نحاولوا نحطوا كذلك المشاهدين الكرام في الصوره واش الابن ديالك مشدود بسبب جريمة قتل أولا الوفاة ديال داك الصديق ديالو دايرين أول ليه شجار شجار حتى دا أمام الموت ولا ما عتاش داكشي أنا ولدي ردموه سدوا يعني عليه الباب يعني مثلا الشجار المؤدي إلى الموت إلى الموت هادشي اللي كاين مشاهدينا الكرام كما سمعتوا معنا صراحة قصة مؤلمة ديال الأم ديالنا ديال الأم ديالنا اللي مكلومة على الابن ديالها صراحه احنا قبل ما نجيو عندنا مشاهدينا الكرام تقصينا بعض الاراء ديال الاصدقاء ديالو كذلك الناس كبار في الحومه الناس صغار الناس اللي كان سبق لهم كيتعامل معاه فكلهم صراحه كيشهدوا لي بانه شاب موفق في الدراسه ديالو انسان ما زيدش عليه صداع كما كنقولوا باللغه الشعبويه ديالنا فكنتمنى هي الشهاده المدرسيه ديالو ها النتائج هادو عين اللي جبدت غير الاخ ماشي سال الرساله ديالك لمن تبغي توجهها الحاج انا كنوجه الرساله ديالي لهاد المخزن يحكم بالحق انا ولدي ما داير حتى شي حاجه انا ولدي بارع ما يدمروش بحال هكا ولدي حتى يقرا انا عندي 6 ديال اليتامى انا كنضرب عليهم هي سماره باش ولدي تردم في الحبس لا ولدي مريض عنده الروماتيزم في القلب ولدي مضروب يعني تا هو مضروب انا مريضه مرض مزمر نجبد لك الدواء انا مريضه انا كناكل الدواء بزاف راه هو نجبدو لكم تشوفوا انا مريضه مرض مزمن انا كنوضعي بزز انا دابا هاد المشاكل اثرت عليا انا راه 120 الف ريال اللي كنشرب ديال الدواء راه نجبد لك الوراق نجبد لك كل شيء الله يعمر لي الدار انا راضي عليه دنيا واخره هما الناس هما الناس والزنقه كلها انا وليدي مسكين كيدخل يبوس لي راسي يبوس لي رجلي ما نعرف شنو كيدير معايا معمر ولدي انا مهز فيا العين انا راضي عليه دنيا واخره ولدي لما عطيتو شي ياكل مسكين ما ياكلش انا ما غطيتوش ما يتغطاش بلاصتو بلاصتي باش يدمروا لي ولدي صيفطوه للحبس لا انا راه بغيت نقري بغيت يوصل الولد ما باغي حتى شي حاجه ما تيحمل الشريحة الكارو ما تيحملهاش الولد باغي مسكين عير يقرا يوصل تيقول لي انا ماما باغي عين وصل مشاهدينا الكرام الى حدود الساعه عرفتم على القصه مشاهدينا الكرام حاولنا نوجهوا نداء ديالنا للجهات المعنيه وكذلك كما قلنا لكم مشاهدينا الكرام اننا تقصينا بزاف ديال الحقائق وعرفنا ان الشاب هو متفوق في الدراسة وكذلك الأخلاق ديالو والسلوكات ديالو رفقة الجيران ديالو لا من الناس الكبار لا من الصغار لا من الناس اللي كان كيشتغل معاهم أو كيقراو معاه أو الأصدقاء ديالو فكيشهدوا فيه شهادة حق وكيقولوا أن هذا السيد هذا طبيب خلق الله ما تيكون مسكين غير جالس تيمشي يعاونني تيخدم تي وكذلك مشاهدينا الكرام كنحاولوا نجدوا النداء ديالنا للجهات المعنية أنها تزيد تقصى الحقائق في الموضوع وتشوف اذا كان الدري هذا بريء فما كرهناش اطلاق السراح ديالو في القريب العاجل وكالعاده مشاهدينا الكرام باش ما نطولش عليكم الراي كيبقى للمواطن كان معكم ياسين من الحيل في الحوار امين الخنتر في الكاميرا صوت العداله من مدينه سلا الى اللقاء